مليون. غداي معاهم؟ طبعا غداي مع المغاربة. اه غداي معاهم. تفرجتي في الماتش الاخر ولا مازال بورتوغال؟ تعصبتي شي شويه؟ ايوا تعصبت. ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله منين ربحنا بعدا الحمد لله. ربحنا وغنربحو وغنزيدو حتى تجيبو الكاس للمغرب ان شاء الله. غنجيبو الكاس ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. مشاهدو قناة شوف دابا اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. فما بقى والو على الماتش التاريخي ديال المنتخب المغربي الوطني ضد المنتخب الفرنسي غدا ان شاء الله مع 8 ديال الليل. معنا ومعكم مغربيه مشجعه غتساند اسد اطلس. بعدا غنسولك كيفاش بغيتي داك الديك الفرنسي؟ كيفاش بغيتي داك الفروج؟ الفروج كي بغيتيه؟ انا بغيت الفروج يريسوه المغاربه. الفريق الوطني يريس ليا دوك الدياك الفرنسيين يريسوه وسميتو يريسوه ويشويوه. شنو بغيتي الرفيسه ولا المشوي ولا شنو بغيتي؟ بغيت المشوي. المشوي؟ اه المشوي في الفران. في الفران يشوي في الفران مزيان وبصحتهم. عطينا شنو غديري دابا؟ دابا غدا ربحنا ان شاء الله، شنو غديري؟ شنو غديري الفروج غدا ان شاء الله لا ربحنا؟ غدا لا ربحنا شنو غديري الفروج؟ الفروج راه قلنا لك غنشوي الفروج. عطيني الطريقه شنو غديري؟ غتشدي الفروج؟ غنشد الفروج، انا كنشد الفروج وغن ندير ليه هذيك العطيه تاعو داكشي وكنخشي في الفران وكيطيب وكناكلو بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. ولكن المغاربه راه باغيين الرفيسه ما باغينش المشوي. باغيين الرفيسه. ايوا باغيين الرفيسه بصحتهم الرفيسه، نديرو الرفيسه علاش لا. اشنو كيبان لك في غدا؟ شنو غنديرو ان شاء الله؟ واش غنربحو؟ شنو غنديرو؟ ان شاء الله غدا غدا سميتو نتفائلوا نتفائلوا غنربحوا ان شاء الله. ان شاء الله غتكون باش غنربحوا ان شاء الله مفاجاه مفاجاه غتكون مفاجاه. اولا كنطلب من الله سبحانه وتعالى يحمي الشباك الوطنيه من اي اصابه. يا ربي يا ربي يحميها دائما وابدا. ثانيا ان شاء الله نغلبوهم شي حاجه. نيت 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 بس ما ينساو. ما يخرجوا كيبكيو. ها؟ وينهم يخرجوا كيبكيو؟ وينهم ينتحروا حنا، ماشي كيبكيو، ينتحروا. يخرجوا غير كيبكيو، بارك عليهم. وينهم ينتحروا. ايوا صافي، المهم. شنو بغيت تقولي للمغاربة اللي كاينين تما واللعابة ديالنا؟ شنو بغيت تقولي لهم؟ اللعبة تاع الفريق الوطني. ديالنا. ايه طبعا طبعا الفريق الوطني كنشجعوهم ونشجعوهم ونساندوهم. وحنا معاهم بالدعوات تاعنا كندعيو معاهم ملي بدا هذاك وحنا ندعيو 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 حتى كي الحمد لله حتى كيكون كلشي بخير حتى كيسالي الماتش. قولي لي في الماتش الاخر شنو درتي؟ في الماتش الاخر فاش تماركا البيت شنو درتي؟ فاش تماركا البيت زغرت بقيت كنزغرت وفرحت وما تصورش الفرحه تاعي والله العظيم فرحت بزاف فرحت زعما وفرحونا فرحونا في الحقيقه. حنا ناشطين الحمد لله. بكيتي شويه مع المغاربه؟ اه بكيتي شويه مع المغاربه؟ وضروري ضروري اللي كان شي حال بحال دابا شي بيت داروا فلتوه وهذا الشيء راه كيبقى كيك الحال. كيبقى الحال. اه ضروري ضروري. علاش بكيتي؟ وضروري ضروري. علاش؟ حنا مغاربه حنا وطنيين فهمتي؟ وطنية حتى النخاع. اه حتى النخاع طبعا. حتى النخاع. اه ملي كيكون الفريق الوطني لا زعما عنده شي مقابلة مع شي سميتو صافي ما. الدعوة ديالك مع المغاربة شنو تقولي لهم؟ الله ينصرهم يا ربي يا ربي ينصرهم شي بشي زعما شي إصابات ثقال. بغينا يعطيهم. يعطيهم شي. تيتفقس. تيتفقسوا يقول لك هادو ملي خرجوا لينا. كتعرفي راس لافوكا؟ ايوا طبعا الركراكي تبارك الله عليه ما شاء الله عليه كنحيو 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 تبارك الله عليه الله يكمل عليهم بخير لا هو لا الفريق الوطني كله. شكون هو اللاعب اللي كيعجبك في المنتخب ديالنا؟ كيعجبني سميتو كيعجبني زياش كيعجبني حكيمي كيعجبني
بونو بونو العملاق. واو تبارك الله علي هذاك بونو، تبارك الله صاندي علي ما شاء الله تبارك الله. الله يخليك ديما بحال هكا قوي وتحبس الاصابات ان شاء الله. هبط الريضه بونو. ها هبط الريضه. لا لا تبارك الله عليهم والله. لا فين كتفرجي بعدا في الدار؟ اه طبعا في الدار كنتفرج. تحيحي في الدار؟ اه كنحيح في الدار واخا هكاك ما كيبغيوش انا نتفرج معاهم ما كيبغيوش. علاش؟ حيت كنتعصب كنبقى نغوت كنبقى ندير مع المقابله كنعيش مع المقابله ونغوت وسير سير سير وسير وعطي لهذاك عطي تعاونوا تعاونوا فهمتي. حيت كاين دابا كاين دابا دابا شي لاعب كيشد الكره كيقرب للشبكه كيبغي يبغى كيب وحده. لا عطي لهذاك الا كان ممكن الا كنتي انت داير محروس اعطي لصاحبك يماركي. راه الا ماركا هذاك بحالي ماركا هذاك بحالي الحمد لله. احسن مدربه. ما شاء الله. وشنو كيقول الركراكي؟ قال لنا ديرو. ها؟ الركراكي شنو كيقول لنا؟ ديروا النية. اه طبعا نديروا النية. درتي النية؟ ها؟ درتي النية؟ لا طبعا النية كاينة موجودة الحمد لله. يا غدا غنربحوا ان شاء الله. ان شاء الله غنربحوا غدا. وغنجي لهنا وندير معايا. ان شاء الله بحوي. اذا المشاهدين كما تابعتوا معنا هذه مشجعة مغربية تبارك الله عليها. فرحانه بالفوز ديال المنتخب المغربي الوطني وان شاء الله غدا فاش غنربحوا الفرنسيين غدير شي رفيسه فاعله تاركه وغدير المشوي حيت يعز عليها المشوي. فالصحه والراحه بصحتك من دابا. شوف رابحين ان شاء الله بصحتك وراحتك ان شاء الله بحول الله. اذا مشاهدينا حتى لهنا غنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر. توفيق الاسود اطلس. غدا ان شاء الله بغيتكم كاملين تشجعوا وتساندوا وديروا الضغط على الفرنسيين. غدا غنربحوا باذن الله. الله يوفق وليد الركراكي، الله يوفق اللاعبين كاملين. وغادي نوصلوا على نهايه هذا البث المباشر. نلقاكم في بث اخر ان شاء الله. عفوا تبقاو على خير.